ينضم إلينا عبر تقنية السكايب الحاصل على ميدالية برونزية الطالب محمد الحداثي. حياك الله. حياك الله محمد. الله يحييك. أهلا بك يا محمد، وكل عام وانت بخير، وألف مبروك على هذه الجائزة. نبغى نعرف تفاصيل هذه الجائزة، تفاصيل أيضا عن المسابقة وانضمامك لها. الله يبارك فيك. أولمبياد المندليف العالمي يقام على يومين، وفي هذه اليومين ناخذ اختبارين 5 ساعات، والحمد لله حسمنا 4 ميداليات برونزية، وهذه أول مرة في تاريخ السعودية نحصل على 4 ميداليات من فريق واحد. ما شاء الله تبارك الله. طيب محمد، حدثني عن التنافس بينكم وبين المتنافسين الآخرين والدول، كيف كان شعورك عندما تكون هناك في يعني الحماسة بينكم وبين المتنافسين؟ شغلنا يوم الاختبار يكون بناء على تدريبنا اللي هو مر على 2 أو 3 سنين من التدريب، فأكيد في حماس وفي روح منافسة وفي منافسة شرسة بين طلاب الدول المختلفة، لأنهم كلهم في النهاية يحاولون يحققون أعلى درجة ممكنة ويثبتون أنهم يعكسون أفضل صورة لدولتهم. نعم، بهذه ال4 جوائز كذا أنتم رفعتوا رصيد المملكة العربية السعودية من الجوائز في أولمبياد مندليف الكيمياء إلى 18 جائزة. أنتم كنتوا فريق مكون من كم شخص الفريق هذا؟ كيف كانت تفاصيل العمل ما بينكم؟ كيف كانت التنسيق ما بينكم؟ أيضا التدريبات اللي تكلمت عنها اللي استمرت لمدة 2 عامين. شاركنا هذه السنة ب6 طلاب في أولمبياد المندليف الكيمياء، وكل من الطلاب يختبر اختباره بالحالة، فما في تعاون بين الطلاب. وعلى مدى 2 إلى 3 سنين نتدرب حول 3 إلى 4 أشهر في السنة على يد دكاترة جامعة في مختلف مجالات الكيمياء، ونأخذ اختبارات أسبوعية منها نختار 6 طلاب اللي بيشاركون في أولمبياد المندليف. طيب محمد، يعني هناك مراحل أكيد في المسابقة، ما هي أصعب مرحلة بالنسبة لكم؟ بالنسبة لي بلا شك هو الاختبار نفسه. ففي المسابقة تحسم كل نتائج تدريبك على مدى 2 أو 3 في 5 ساعات ولا أكثر، فبلا شك المسابقة أصعب شيء. محمد، كيف بيكون شكل المسابقة؟ شكل يعني الأسئلة اللي بتجاوبوها، يعني عطنا كذا الكواليس. طبعا المسابقة تتكون من أسئلة مقالية في مجالات مختلفة من الكيمياء، مثل الكيمياء العضوية، الكيمياء الغير عضوية، الكيمياء الفيزيائية، كيمياء البوليمر، كيمياء الحيوية، والمسائل هذه تأخذ من نص ساعة إلى ساعة لحل كل واحدة منها. وفي على مدى اليومين لازم طالب يحل 13 مسألة عشان يحقق الدرجة الكاملة. رائع. طيب محمد، يعني أكيد هم يعني بينك وبين أصحابك مثلا، يعني ذكرت أنت هناك أنواع في الكيمياء العضوية والكيمياء الغير العضوية وغيرها من في المجالات في الكيمياء، وش أكثر شيء يعني المجال محبب لمحمد وأصحابه؟ بالنسبة لي أكيد الكيمياء العضوية، لأنها لها أكثر تطبيقات في حياتنا اليومية، منها تصنيع الأدوية ومنها تصنيع البلاستيكات وأيضا المجالات الأخرى ككيمياء البوليمر، فبلا شك الكيمياء العضوية. جميل، يعني يمكن اختيار هذا الفريق بالذات للمشاركة بأعضاء هذا الفريق ويعني الحصول على هذه الجوائز ما جاء كذا من فراغ، أكيد أنه كان في مثلا اختبارات لعدد كبير من الطلاب ووصلنا إلى هذا العدد اللي هو 6 طلاب، يعني عطنا كذا تفاصيل هذه الرحلة. طبعا لاختيار الفريق ناخذ اختبارات تحاكي اوضاع المسابقه الصدقيه، ومنها نختبر اختبارات سابقه من نفس المسابقه، وايضا نختبر اختبارات اولمبياد الكيمياء الدولي وهو الاولمبياد الثاني اللي يشارك فيه المملكه العربيه السعوديه. وعلى مدى 5 إلى 10 اختبارات عاده سنويا نختار الفريق، فهو نختار الفريق بناء على ادائهم في اختبارات عشان نتأكد أنهم في المسابقة يقدمون نفس الأداء.